يرضيك اللي بيعمله عبد الله عائشة؟ وماله اللي عمله عبد الله يا صالح؟ على الأقل مش بيضحك على الناس، راجل وما سابش حقه. حق مين يا عائشة؟ حق إيه اللي بتتكلمي عليه؟ مفيش أي حق في اللي بيعمله عبد الله. عمري ما كنت أتخيل إن أنت تبقي عاملة زيه. جوزي عاد. اتجوزتيه إزاي يا عائشة؟ ها؟ أنا مش قادر أفهم إزاي تتجوزي واحد أنت عارفة كويس قوي إن أختك بتحبه. مش دايما بنتجوز اللي بنحبوه. مش أبوك وأمي قالوا لنا كده زمان؟ ولا ما فاكرش؟ لا فاكر كويس قوي يا عائشة. بس هي الدنيا كده غريبة شويتين. طمنيني يا عائشة. سلمى أختي عاملة إيه؟ اطمن يا صالح. دي بنت خالي. بنت خالي في الأول وفي الآخر. أنا حاسس إن أنا بتكلم مع واحدة تانية معرفهاش. أنت أصلاً معرفتنيش يا صالح. لما احتاجتك جنبي معرفتنيش. بس أحسن. على الأقل دلوقتي أنا في ظهري راجل كبير العطارين. مبسوطة يا عائشة؟ مبسوطة يا صالح. أنا لازم أكفل دلوقتي عشان أنا ست متجوزة. وعندنا اللي متجوزة لما تكلم راجل غريب تتقتل. ولو كبير العطارين جوزي عارف إن أنا بكلمك هيقتلك. مش هيمد إيده عليك بس زي المرة اللي فاتت. ولا نسيت عالجة عبد الله يا صالح؟ تمام يا عائشة. تمام. اعملي كل اللي انت عايزاه. براحتك. سلام. مالك يا حسن؟ انا برضو اللي مالي. ولا انت من ساعه ما جيتي ما كلمتش كلمتين على بعض. حرام يا ستي، انا عادي مش عارف بس انام من امبارح من ساعه الكلام اللي قلنا لبعض. بصراحه ما كنتش فاكر ان احنا هيجي علينا الوقت اللي قاعدين جنب بعض وقاعدين ساكتين كده. انا دينا يا حسن، انت اللي شايل طاجن ستك من ساعه ما شفتك ومش راضي تخلينا اتكلم. شايل هم اخواتي اللي في الدار. مش عارف سميح ممكن يعمل معاهم ايه تاني. خايف لا يكونوا نسوني او فاهموا ان انا نسيتهم. طب ما تروح تطمن عليهم. سميح قال لو انا قربت من الدار هيقتلني، وانا مش عايز اعمل لاخواتي مشاكل اكتر من كده. سيبها الله يا حسن، اخواتك عمرهم ما هينسوك. سيبك مني، انا قلت لك على اللي فيا اهو. دي بقى مالك؟ مفيش. لا في رحمه. مزاجي متعكر. من ايه؟ شويه مشاكل في البيت. معلش. انا خايفه قوي يا حسن. خايفه وانت معايا؟ عشان معاك. ستي دايما تقول لي الحب الحقيقي عليه لعنة عمره ما بيكمل. لا بقى، اللي انا اعرفه ان الحب الحقيقي بيخلص بالتبات والنبات وبيخلفه كمان صبيان وبنات. ده في الافلام بس. ستي دايما تقول لي ان مفيش قصة حب الدنيا كلها اتكلمت عنها غير لما خلصت بالفراق. ده مش حقيقي. ستك بقى في دي بالذات غلطان. الشاطر حسن وست الحسن والجمال اتجوزوا وجابوا عيال زي القمر. انا نفسي شفتهم بصراحة. وكمان انتي فيك شبه من ست الحسن والجمال. وانت اشطر مش شاطر حسن. رحمة، انا عمري ما هسيبك. حتى لو ضربت على دماغي وفقدت الذاكرة وبقيت مش فاكر اي حد، هقابلك تاني واحبك كأني اول مرة اشوفك بالظبط. توعدني ما تسيبنيش يا حسن؟ عندنا في الدار علمونا قبل ما نوعد لازم نفكر. عشان الوعد عهد. لكن معاك انت انا مش هفكر. انا بوعدك رحمة. ياه، ده الوقت جرى بسرعة. معرفش ليه الوقت دايما معاكي بيجري بسرعة قوي كده. ستي دايما تقولي الوقت الحلو بيعدي بسرعة. أنا حاسس إن ستك دي المفروض تيجي تقعد معانا والله. ستك قالت لك حاجة عني طيب؟ لا ما قالتش، مش هتقول. وقوم بقى قبل ما عم حمزة ياخد باله. لا خد باله، هقول لستك تقول له أي حاجة تنجدنا باللي إحنا فيه. سميح فين؟ خير. أنت الجارد بتاعه؟ جارد؟ إحنا هنا كلنا إخوات. وعم سميح هو ابونا، ولو سمحت تخلي بالك من طريقه كلامك. خلي بالي من طريقه كلامي ايه؟ هو انا غلطت فيك ولا شتمتك؟ انا عايزه اتكلم معاه، من فضلك قول له ان انا عايزاه. ايه الدوشه دي؟ مش انا عم سميح، دي الانسه. انا عايزه اتكلم معاك. واللي عايز يتكلم معاي يوقف على باب اوضته ويعلي حسه. تعالي وراي. تعالي. لا ما انا مش فاهم برضه. هو مش لعب عيال، هو إرهام. وبعدين ما انت عارفه من الاول ان الجوازه جوازه مصلحه.
ايه اللي جد يعني؟ اللي جد ان انا رجعت نفسي ولقيت نفسي مش عايزه اعمل كده. انت حسستني باسوأ احساس ممكن اي واحده تحسه في الدنيا، حسستني ان انا انانيه وبتاعت مصلحتي وانك يا عيني مغصوب على الجوازه دي. وفي كل مره بتيجي تقولي اللي عملتيه فيا اللي عملتيه فيا كان انا واحده طوبه ما بتحسش. لا على فكره انا كمان تعبت بعد ما سيبنا بعض، كنت بتوحشني وكنت بفتكر حاجات كتير وما كانش سهل عليا ان انا ارجع لحياتي الطبيعيه بسهوله. بس الفرق اللي ما بيني وما بينك ان انا كنت عارفه ان الموضوع كده كده خلصان، وكان احسن انه يخلص دلوقتي بدل ما يخلص بعدين. بس انا ما كنتش اعرف كل الكلام ده، ولا كنت هتصدقه حتى لو كنت شفته بعينيك، عشان كنت دايما مخليني الشماعه اللي اتعلق عليها فشل علاقتنا، مع انك انت عمرك ما قدمت حلول ولا كنت بتاخد بالك. في كل مره كنت بحاول اقول لك ان الموضوع كده كده بيخلص كانت باينه قوي، بس كل واحد فينا قال يمكن. شفتني في الاخر ان انا بعتك وانا ما بعتكش يا صالح، هي الدنيا اللي جمعتنا وكانت ناويه تفرقنا اصلا. ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي. ده هو ملوش وقت الا دلوقتي. المشكله ان انا فرحت لما بابي قال ان احنا هنتجوز، عشان كنت مبسوطه معاك وحاسه بالامان وكان نفسي ارجع احس الحاجات دي تاني. بس اللي انت صالح اللي انا عرفته، ولا انا ريهام اللي انت حبيتها. فيزي صالح خلينا نقفل على الموضوع ده خالص وبلاش نظهر في حياه بعض تاني. انا اسفك. انت ليه لما انا اتصلت بالتليفون رديت عليا وقلت لي مفيش حد هنا اسمه حسن؟ لانك ما قلتليش عايزاه ليه. وده يخصك في ايه؟ ازاي ما يخصنيش؟ انا كل حاجه في الدار مسؤوله مني، انا ابو الدار دي وحمايتها مسؤوله مني، وكل واحد فيها حمله على كتافي وعارف بيفكر في ايه ونفسه في ايه وبيحب ايه. انت كمان هتقول لهم يحبوا ايه وما يحبوش ايه؟ امال وببعتهم على اللي بيحبوه عشان ما يتعلقوش بيه. ابوكي زين العطار ربانا على كده. هو انت بتربي اطفال ولا بتربي مساجين؟ انا بربي رجاله، والبيت ده مش سجن، ده بيت واللي فيه كلهم اخوات، وحسن كان عايز يقتل اخواته. من دلوقتي حسن ما بيجيش منينا. وحسن هيقتل اخواته ليه؟ معرفش، بس اللي كان عايز يقتل اخواته في الدار يقتل اخواته اللي من دمه. وني حميتك منه. انا ممكن اكون معرفش حسن كويس، بس مستحيل واحد بيجري في دمه دم زين العطار ويفكر يقتل اخواته. ما يقتلش اخواته ليه؟ ده قبيل قتل هابيل، يعني احنا كلتنا البشر كلهم ولاد القاتل. ياسمين هاو. صباح الخير يا سلمى، لقيت الباب مفتوح قلت اجي اصبح. فكرت في اللي قلت لك عليه يا علي؟ فكرت يا سلمى ولقيته صعب. المرة دي تمنوا حياتك. أنا حياتي مش مهمة طول ما أنا محبوسة في البيت ده يا علي. أنا اللي أعرفه إني لما أخرج مع الراجل اللي هو جوزي محدش يعرف يمنعني. الموضوع مش بالسهل كده، وبطلت تستفز رجولتي. أنا راجل يا سلمى، راجل وما بخافش. أنا خايف عليك أنت. وخايف عليا ليه؟ هو أنت مش هتعرف تحميني؟ أحميك يا سلمى واللي هوب لي كتفينه بالحياة. طب وريني يا علي. عبد الله رغم اللي أنا بكرهه كره العمى إلا إنه طلع راجل عشان يعرف ياخد اللي هو عاوزه، حتى لو ظلم. انا بقى ما بقولكش اذنب، انا بقولك خد مراتك وامشي برا البيت ده يا علي. عبد الله لو شايف ليلى ماليش لازمه برضه هيقتلني يا علي. الكلام خلص، هي مساله وقت. شكرا يا حسن. على ايه؟ على معلش. لا يا ستي عادي، دي معلش صغيره مش كبيره يعني. لما قلت لك مزاجي متعكر وقلت لي معلش، الكلمه دي ما يبقاش ليها معنى لو سمعتها من اي حد. الواحده مننا ما بتصدق تلقى راجل بيحبها يقول لها معلش. بتمعلش. ربنا ما يجيبش اي معلش تاني. بس انا يعني عارف في الوقت اللي بتكلم. بصراحه انا مش عارف انتوا مستعجلين كده ليه. كنا استنينا يومين كمان. احنا هنرجع في كلامنا، احنا متفقين ان احنا خارجين النهارده. طب يعني كنا اجلنا النهارده. لا يا حازم، كله للنهارده. اشمعنى النهارده؟ بص عشان خاطرنا، احنا اخواتك اول مره نطلب منك حاجه، نفذ لنا الطلب.
عشان خاطركم والله. بس هي ماما فين؟ مامتك فيها اللي مكفيها وهم رجوعك القصر. بص انت هتيجي معانا البيت واحنا هناخد بالنا منك. وبعدين يعني مش كفايه انا واختك حواليك؟ بصراحه حتى صالح ما جاش. طب هتعملوا ايه في حساب المستشفى؟ حساب المستشفى ده علينا ما تقلقش. بسيطه. حازم انت مستقل بينا ليه؟ هو مش احنا اخواتك برضو؟ هو بصراحه انا اسف يعني. بص حتى اسف دي مش المفروض تكون ما بيننا. يلا 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 يلا. بس هقول لكم على حاجه. قولوا لماما بقى عشان هي بتقلق عليا. انا هخليك تكلمها اول ما نروح العربيه على طول. اتأخرت قوي المقابلة دي يا سليم. معلش يا جيهان، كل البيبان كانت مقفولة وما كانش ينفع أرجع وأنا مش لاقي حاجة أقولها. ودلوقتي لاقي حاجة تقولها؟ لا يا جيهان، وظهر العيلة اللي اتحانى ده هيرجع يتفرد من جديد. ظهر؟ مش ما يبقى في عيلة الأول؟ العيلة موجودة يا جيهان، وانت عارفة ياما العيلة دي عدت بحاجات أكتر من كده بكتير. وأنا ورحمة زين ما هرتاح إلا لما ناخد حقنا من كل واحد فكر بس إنه يزينا. عارف يا سليم، ساعات بحس إن زين غضبان وروحه مش مرتاحة، ولا هو مرتاح في تربته. هيرتاح يا جاي، إحنا كمان معذورين، محدش فينا كان يتوقع إن اللي حصل ده ممكن يحصل. بس الحمد لله إن أنا وإنتي موجودين علشان نلم اللي باقي من العطارين ونقعد ونتفق هنعمل إيه. أنا كلمت الكل وقلت لهم ييجوا، لازم نتجمع تاني ونتقابل ونتكلم ونقعد مع بعض، وإن بعدنا عن بعض ده اللي ممكن يقتلنا، وإن العيلة دي هي اللي هترجع حقها بإيديها وبنفسها، والكل لازم يعرف إن إحنا رجعنا تاني واقفين ظهرنا في ظهر بعض، ورجعنا أقوى من الأول كمان. عندك حق، ما هي فرقتنا هي هدفهم من الأول، من يوم شريف، لكن ده مش هيحصل تاني. هسيبك أنا دلوقتي عشان وراي مشوار مهم، وأنا راجع هجيب فارس معايا علشان نقعد ونتكلم ونتفق. جان، عايزك تعرفي ان طول ما فيا نفس هرجع كل حاجه لمكانها واحسن. لو سمحتي بعد اذنك، هاشم بيه موجود؟ للاسف يا فندم لسه ما جاش. طب يحيى العطار موجود؟ يحيى باشا في مكتبه. طب ممكن تقولي له ان انا عايز اقابله؟ اوكي اتفضل. انت ليه ما اكلتيش؟ معلش مش قادره ابص للاكل. معلش يا ناديه تعالي على نفسك. هو انت ما سمعتيش الدكتور قال لك ايه؟ والله ما قادره. لازم تاكل يا نادية عشان الواد يطلع صحته حلوة كده، عشان خاطري. خلي بالك على صحتك. خاطرك؟ أنا عملت كتير قوي عشان خاطرك. عاجبك اللي بيحصل يا زكريا؟ هو إيه اللي بيحصل يا نادية؟ ما أنا قلت إنك مراتي قدام كل الناس. بأنهي طريقة؟ أنا مش قادرة أنسى نظرتهم ليا. حسيت إن أنا رخيصة قوي. معلش يا نادية استحملي، بكرة لما نرجع القصر أنا هقول إنك مراتي قدام كل الناس، وابني هيتولد في القصر وهيتربى وسط أهله. ومراتك؟ أكيد هتتفهم الوضع، أكيد هي حاسة باللي أنا فيه دلوقتي. ودي أني واحدة فيهم اللي هتفهم؟ بنت وفيق المحمدي ده لعبة 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 بلعبها، وأنت فاهمة الكلام ده كويس. أرجوك يا نادية ما تبقيش ضدي، خليكي جنبي. أقف جنبك إزاي وأنت مش واثق فيا؟ ده أنت حتى مش عايز تقولي إيه اللي بيحصل في دماغك. أنا ما بثقش فيكي بعد كل اللي أنا شفته ده، وما بثقش فيكي
عموما عشان اثبت لك اني بثق فيكي انا هطلب منك طلب، والطلب ده مفيش حد يقدر يعمله غيرك. طلب ايه؟ عايزك تروحي مشوار. بس انا مش عايز اسيبك. المشوار اللي انت هتروحيه ده اهم من انك تكوني جنبي. انت مش عايز نكون موجود عشان ليلة دخلتك. طبعا انا مش عايزك تكوني موجودة في يوم زي ده. انا عارف انه هيبقى صعب عليكي، بس مش ده الغلط. المشوار ده مفيش حد يقدر يعمله غير يكون حد انا فعلا بثق فيه. حاضر، انا هعمل اي حاجة تخليك توصل للي انت عايزه يا زكريا. النهاردة بيتك يا حازم. انا مش بيتي يا عزة، انا بيتي مطرود منه. يا حبيبي بيت اخوك يبقى بيتك. بعد انا مش عارف امشي بيه خالص. ماشي، بعدين احنا النهاردة مش عايزين قفش خالص. ما انتي برضو مش عايزة تقولي ايش معنى النهاردة. هتفهم دلوقتي كل حاجة. شفت انا جبت لك مين بقى؟ وشفت انا جبت لك ايه؟ سبرايز يا ولاد اللذينة. انت يا بنت يا عائشة حبسة نفسك في اوضتك ليه يعني امك؟ كلنا محبوسين هنا، ايه الفرق؟ سيبتينا بيتنا وجبتينا نعيشه في سجن بس شيك شويه. سجن؟ كل القصر ده سجن؟ حجيج العرج ده استاس، وشك فجر زي ابوكي. تقدري تطلعي من هنا يما؟ وما اطلعش ليه؟ مش بتقولي مش في سجن؟ طب بلاش، تقدري تنامي الليل لو مفيش الجيش المحاوط البيت ده كله؟ جيش يا هبلة، دول حراسات. الناس الكبارات اللي زينا عندهم زيهم. طب بلاش كل ده، مش وحشك باب بيتك يما؟ ده احنا عمرنا ما قفلناه علينا، دلوقتي بقينا عاملين زي اللي لوحدهم في الدنيا. ولوحدك ليه يا روح امك؟ ما انا جايبالك شحط طويل عريض تتجوزيه. انت يا بنت ما بتجربيش لجوزك ليه ولا بتخليه يجرب منك؟ ايه اللي بتقوليه ده يما؟ اللي بقوله قلته قبل كده، وانا ما بحبش اعيد الكلام وازيد فيه. اسمع يا عائشه، انا ما عملتش كل ده ولا خططت ولا دفعت ولا عديت العيله كلها عشان عبد الله ولد عمك يبقى كبير العطارين. لا، امال ليه يما؟ عشان ولد عائشه بنت زينب العطار يبقى كبير العطارين وانا جدته. بس انت عارفه ان جوازي من عبد الله غصب. غصب ما غصبش حصل. بقى جوزك ولا لا؟ اسمع يا حلوة، أنا مش هبوظ الطبخ عشان بقرش ملح دي يطير فيها رجاب. شوفي يا عائشة، أنا هسيبك يومين أقول تتجلعي بتتجلي بتعززي نفسك ماشي، لكن اسمع يا عائشة دي حرب ومحدش هيقدر يوقفني. فكري. بقول لك ايه، انت لازم تبقي حامل وقريب بدل ما تدادي في ولاد الناس خايبه. عاش من شافك يا يحيى. يا ريتني بعرف احاور يا صالح، كنت قلت لك نفس الكلام. لا يا يحيى، من غير ما تقول اللي في قلبك واصل. انا جاي بس عايز اشكرك عشان طلعتك من الحريقه. يعني عاده يا معلم، انا الشارع علمني ان الدم عمره ما يبقى ميه. لا يا يحيى، الدم بيبقى ميه وميه وسخه كمان. بس انا جاي اشكرك على حاجه تانية. جاي اشكرك على نقله السلاح اللي قلبتوها وقت العمليه. بجد برافو برافو يا يحيى. الشارع علمني برضه يا معلم ان وقع بيت ابوك خد لك منه قالب. انت ايه، ما بتروحش بيتكوا خالص؟ كل حاجه اتعلمتها في الشارع كده؟ الشارع برضه علمك ان القالب ده ترميه في حجر هاشم الدهبي يا يحيى؟ هاشم باشا ملوش علاقه بالحوار خالص يا صالح. وبعدين انا ارمي في حجر هاشم قالب احسن من اللي راح قاعد على حجره. طب خلي بالك بقى على كلامك يا يحيى، خلي بالك على كلامك معايا احسن لك، عشان مش صالح العطار اللي بيقعد على حجر حد. قعدت يا ابن ابويا، لا تعيرني ولا عايرك. انت عارف اتجاهك وانا عارف اتجاهي، كل واحد بيشيل شيلته في الاخر وكده خلصانه وبشيك. طب خلي بالك بقى لا تشيل في الاخر كتير. انا صحيح الشارع ما علمنيش اللي علمهولك، بس ابويا الله يرحمه زين العطار علمني ان اللي بيشير قربه مخرومه بتخر على دماغه.
يا ما خرت ويا ما استحملت ويا ما دقت على الراس طبولة صالح. بقول لك يا ابن ابويا، يا ريت الزياره ما تتكررش تاني من غير ما يكون في سبب. ما تخلينيش اندم ان لحقتك من الموت. اه صحيح يا يحيى، هو انت لحقتني ليه مع انك مش جدع يا اخي؟ عشان اشيلك جميله يا صالح ومسيرك فيهم هتردها. اه طب بقول لك ايه يا يحيى، انا مش عايزك تثق في دماغك قوي. عارف ليه؟ علشان دماغك دي قد كده. سلام. عاملة ايه دلوقت؟ أحسن الحمد لله. لا لسه وشك مسفر، انت ما اكلتيش ولا ايه؟ الوكل مش عاجبك؟ ما تقوليش كده، انا بس مليش نفس. انا عارفة ان انا غلطانة. صح يا نادية، انت غلطتي بس في حق نفسك مش في حق حد تاني. بس حبك لزكريا واضح عليك. انا ما عملتش حاجه غير ان انا حبيت زكريا. زكريا مستكتر عليا يتجوزني في النور عشان هايدي، ودلوقتي رايح عشان يتجوز عليا. ما انت اللي غلطانه. غلطانه؟ غلطانه عشان ما حسستهوش انك واقفه جاره اكتر من انا هربت معاه. اكتر يا نادي، لازم تحسسي انك واقفه جاره مش عشانه، عشانك وعشان اللي في بطني وعشان انا كمان. اه عشان عبد الله يخسر. بحلم باليوم اللي يرجع في زكريا القصر، بحلم اشوف عبد الله وهو بيتذل وبيخسر كل حاجه. بس دي فيها موته. عادي يا نادي، ما هو موتني بالحياه، اشوفه وهو بيموت واقف جار زكريا، حسس انك بتحبيه وان ملهوش غيرك. رحتي فين؟ بفكر. بقولك ايه، ساعديني عشان اقوم. على فين؟ انا لازم امشي من هنا دلوقتي. هساعد زكريا. عال عال، ده انت مراقبها من زمان عاد. انت مين انت بتتكلم عليه؟ انا اللي مين وعايزاه لطخ. انت اللي مين وعايزيه ومالك ومالها؟ انت بتكلمني كده؟ لو تعالي صوتك ليه اصلا؟ ياد مره اشوفك وانت ماشي وراها من بعيد، ودلوقتي رافع عينك لفوق مش عايز تنزلها. اقسم بالله اقسم بالله ما خلي فيك راجل يالا. يا عم اتكلم على قدك، ما تخليش الادب عليك وما تزعقش، فاهم؟ انت اتجننت ياد ولا ايه؟ حصل ايه؟ تعال شوف يا عمي، اللطخ ده شفته ماشي ورا بنتك النهارده في الصبح، ودي مش اول مره. الواد ده على فكره يا عم مش تمام، وانا مش سايبه غير لما كسر راسه. قلت لك نزل ايدك يا شعبان يا ولدي، وانت هتفضل طول عمرك كده؟ انا اللي قلت له امشي وراها. انت اللي قلت له يا عمي؟ ايوه، عشان يطمني عليها. وانتوا تفضلوا الحال سبيلكم. عاجبك كده يا شعبان؟ لميت علينا الخلق، وبكره هتبقى سيرتنا على كل لسان. والله يا عم انا كل اللي جه في مخي مخ. هو انت عندك مخ؟ روح يا ولدي،
روح لحالك روح. ماشي عمي. اسمع عضلات خلع، اقسم بالله العظيم لو فكرت بس تبص لها بعينك لكون دافنك تحت رجليه هنا في الارض. ماشي، همحيك من على وش الدنيا خالص. عارف ليه يا لطخ؟ عشان رحمة دي تبقى خطيبتي أنا. درجاتي؟ لا الحقيقة عم بسمعك. بس أنا خلصت كلامي. فإذا شو المطلوب مني؟ يبقى أنت ما كنتش سامعني. لا سامعك، بس عم حاول رتب طلباتك بالتسلسل. أولاً أنت بدك كمية سلاح شوي ضخمة. ثانياً بدك رجال يعرفوا يستعملوا هيدا السلاح. ثالثاً هودي الرجال ممكن يقتلوا أو ينقتلوا. وبعتقد بتفضل لو عندك أسماء ناس معين تعطيني إياها وأنا بجيب لك إياهم بالاسم. وعم فكر بطريقة أمرق على السوبر ماركت سكر لك فاتورة مشترياتك. ما تكون مفكرني المارد اللي طلع من فيلموس علاء الدين. ده انت بتتريق بقى. لا ابدا، انا عم حاول فيقك من الحلم اللي عايش فيه. تفيقني انت يا سراج؟ تفوقني انا؟ انا سليم العطار ولا نسيت سليم العطار عمل معاك ايه؟ نسيت ان انا وقفت جنبك؟ نسيت ان انا شلتك وانت واقع؟ الحقيقة اللي بيناتنا هو مجرد مصلحة، مصلحة إلي ومصلحة إلك ولزين الله يرحمه، وقبلي كان بي، وأنتوا اللي اخترتوني. هلأ أنت الطريقة اللي عم تحكي معي فيها وكأنه كنا أولاد صغار أنا وياك نلعب ونكسر جوز، ياخد وجه كتير يعني. سليم انتوا انتهيتوا، انتوا ما بقى موجودين بالسوق. يظهر ان انت لما شفتني اتحبست يومين قلت خلاص ده راحت عليه. الحقيقه هو لما طلعت على التلفزيون صابك الغرور، ما كنت عارف يمكن انه هيدا مجرد دور وبينتهي. بس انا دوري ما انتهاش يا سراج، أنا دوري لسه حيبدأ ولسه حقول فيه قوالة كتير قوي واللعبة هيحلو قوي. ابقى اتفرج يا سراج. هتفرج. انت كويسة؟ كويسة يا بابا ما تقلقش. طب حبيت بس اعرفك ان العيله كلها جايه النهارده. ما تبانيش قدامهم بالشكل ده، عايزك تبان قدامهم قويه. انا كنت قويه بزكريا يا بابا، حتى وهو تعبان كنت بقوى عشان اقويه. كنت دايما بقول له انت كبير وكبير دايما قوي. انا خايفه على زكريا قوي يا بابا، خايفه. ما تقلقيش يا حبيبتي، ان شاء الله زكريا هيبقى بخير. يا رب يا رب. زكريا يا ولدي، انت بتخلف صح؟ ايوه يا عمي انا بخلف. هايدي اللي ما بتخلفش، بس انا ما كنتش بقول لحد عشان ما اكسرهاش وسط العيله. الله انك راجل ابن راجل. معلش يا عم انا محملك مشاكلي وهمي، وانت اصلا مش ناقص يا ابني. ده انا اللي وشي في الارض منكم بعد اللي عمله ابني، هد كل اللي بنيناه من قبل كده. كل حاجه هترجع احسن من اول.
أوعدك يا عمي. قول لي يا زكريا، عملت إيه مع عائلة عبد الهادي؟ الناس مش مقصرة، قالوا إنهم معانا في أي وقت. طب ما دام الرجالة معانا يبقى لازمة، وإيه اللي أنت بتعمله مع وفيك؟ ها؟ هتسيب له البلد بحالها ولا إيه؟ مش أنت بيعتني أبقى الكبير؟ إيه؟ يبقى ثق فيا، أنا عارف أنا بعمل إيه. لو رحنا عشان نرجع القصر ومعرفناش نرجعه، هتبقى دي الكسرة الحقيقية لينا. اللي عمله عبد الله كان في الدرة، محدش واخد باله منه، لكن احنا كل خطوة محسوبة علينا ومتشافة. ولو القصر مرجعش هنفضل مكسورين ليوم الدين. انا كده كده هحاول اجيب رجالة من الدار، بس لما اعرف اوصل للدار. يا باشا انتوا مش كلكم عطرين في بعض برضو ولا ايه؟ مش عبد الله ده منكم؟ عبد الله عمره ما كان مننا، ده واد جشع وطماع، عامل زي الكلب المسعور، غير ان ما عندوش اصل يعض الايد اللي بتتمدله. بعدين خفيف، يريل على اي عضمايه تترميله، وعشان كده زينب قدرت تمشيه زي ما هي عايزه. الواد ده انا طول عمري ما بحبوش، لا هو ولا زينب، بس كان حد يصدق اللي عمله ده؟ انا فكرت انه ممكن يعمل كده، فكرت ان زينب الله يرحمه فكر في الكلام ده برضو، عشان كده كان عايز يولي زكريا على حياه عينه، مش عايز اي حد يخش في اللي ملوش فيه. الا هو زكريا عامل ايه دلوقتي؟ زكريا الحمد لله رب العالمين، انا اطمنت عليه وهو في مكان كويس. عارف ايه؟ انت كنت معاه ولا ايه؟ لا يا فتحي ما كنتش معاه، بس انا عارف كويس هو فين وبيعمل ايه، وعارف انه اكيد هيوصل لحاجه. زكريا اصله اتحط في نفس الظروف اللي عملت ابوه وعملتني، وهيطلع منها كبير فعلا. بس زكريا مش هناك عشان الرجاله، زكريا هناك عشان متهم في قضيه قتل. مش اي قضيه، دي قضيه قتل ظابط، بس هناك اكيد هو استنسه، محدش هيبلغ عنه ولا ادخن تخين. بالمناسبه البركه فيك انت وصالح وفارس وسيف باشا. طبعا. الا صحيح يا سيف باشا، انت طلبتني ليه؟ عاوز مني ايه؟ كل خير يا باشا ان شاء الله، كل خير. جلال مش هيفيدك بحاجه على فكره خالص، المستقبل معايا انا. ويا ترى المستقبل اللي معاك ده شكله ايه بالظبط؟ شكله زي الفل بالصلاه على النبي. قول لي بس انك معايا وهقول لك هنعمل ايه بالظبط. طب وانا هستفيد ايه؟ يو هتستفيد كتير قوي. على الاقل يا باشا هترجع لمكانتك اللي كنت فيها، بس اللي انا متاكد منه واثق فيه قوي انك ما عندكش اي حاجه تخسرها. فكر وخد قرارك، قول لي بس انك معايا. القرار اللي هقوله لك لا يمكن تقدر ترفضه ابدا. عبد الله قدر يستغل الفتره اللي كان كل واحد فينا مشغول بهمه. صالح مشغول بسفره، فارس مشغول بابن جلال، جيهان بولادها، انا بقضيتي، حتى زكريا كان مشغول بموت ابوه والحمل اللي شايله له قبل ما يموت. وانا شخصيا للاسف كنت فاكر ان كل اللي بيحصل ده مجرد صدف، لكن اكتشفت بعد كده ان كل ده مترتب. ايه ده اللي مترتب؟ كل اللي حصل يا مراد من اول قتل شريف اللي هو في الاصل محاوله لقتل زين العطار، مرورا بكل الاحداث اللي حصلت بعد كده لغايه ما عبد الله استولى على القصر. يعني ايه يا عم؟ يعني عبد الله هو اللي عمل كل ده؟ لا 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 يا فارس، عبد الله ادفع من ان هو يعمل كده. مظبوط يا صالح، في حد خطط لكل ده، عبد الله مجرد لعبه في ايده. بس مين اللي هيقدر يعمل كده؟ مش مهم نعرف مين دلوقتي، المهم اننا نكسر اللعبه دي. رجوع عيلة العطار للقصر بقى شيء حتمي، لازم ترد هيبتها وبأي وسيلة، وده مش هيحصل
إلا لو رجعت العيلة زي ما كانت في الأول، إيد واحدة، كل واحد فينا يبقى خطوة لقدام، كل واحد فينا يبقى جزء من الخطة، وبالخطة دي هنقدر نرجع القصر. نادية، هو الحاج ما جاش ليه؟ لسه زعلان منه ولا ايه؟ سيبك من الحاج صبري. الله، وانا مش مالي عينيك ولا ايه؟ ناقص تقول لي استنى لما اسال عنك. لا زكريا، انت اشهر من نار على العالم. امال فين المأذون؟ وادي المأذون اهو، والمأذون جه اهو، وانا الشاهد.